كل سنة وحضراتكم طيبين. أنا اسمي طارق سالم، مدرس الغدد الصماء والسكر في كلية الطب جامعة اسكندرية. كنت حابب أكلم حضراتكم النهاردة عن التهاب الغدة الدرقية. التهابات الغدة الدرقية هي أمراض شائعة جدا، ولكن للأسف الناس مش بتهتم بيها لأن أعراضها أعراض غير محددة. يعني المريض بيصاب بتعب، إرهاق، نعاس، إمساك، جفاف الجلد والبشرة، لكن الأعراض مش بتبقى واضحة، وبالتالي ممكن الأعراض دي تشمل أمراض كتير، وبالتالي المرضى مش بتروح للدكاترة وبيعتبروها أعراض طبيعية. لكن المفروض ان الواحد لما يحس باعراض زي دي يروح للطبيب، والطبيب هيطلب له فحوصات هرمونات وبعض الفحوصات للغده الدرقيه وبعض الاشعاعات عشان يوصل للتشخيص. المهم ان دايما الناس بتنسى ان التوتر والقلق والستريس دول عامل مهم جدا وخطير بيؤدي لالتهابات الغده الدرقيه. فنحاول ان احنا نبعد عن التوتر والقلق ونتجه للروحانيات وللرياضه وللسكينه، ده بيكون احسن بكتير جدا. شكرا.